بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى وسلم. السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته، في درس جديد إن شاء الله على قناة بروفشن إيجل. اليوم إن شاء الله لدينا درس جديد وهو أحد وحدات القياس، وهو ما يسمى بالجول. يستخدم الجول بشكل شائع لقياس أشكال مختلفة من الطاقة مثل الطاقة الميكانيكية والكهربائية والحرارية. يتم استخدامه أيضا في المجالات العلمية مثل الفيزياء والهندسة لتحديد عمليات نقل الطاقة وتحولاتها. سمي الجول على اسم جيمس بريسكو جول، الفيزيائي الإنجليزي الذي قدم مساهمات كبيرة في دراسة الطاقة والحرارة. في منتصف القرن التاسع عشر أجرى جول تجارب لتأسيس العلاقة بين العمل الميكانيكي والطاقة الحرارية، مما أدى إلى مفهوم الحفاظ على الطاقة. أظهر عمله أن أشكال مختلفة من الطاقة قابلة للتبادل ويمكن تحويلها من واحدة إلى أخرى، مما وضع الأساس للقانون الأول للديناميكية الحرارية. تقديرا لمساهماته تم تسمية وحدة الطاقة بالجول تكريما له. والجول هو وحدة للطاقة في النظام الدولي للوحدات، يتم تعريفه على أنه مقدار الشغل المبذول خلال ثانية واحدة عندما يتم تطبيق قوة مقدارها نيوتن واحد على مسافة متر واحد في اتجاه القوة. إذن الجول هي وحدة الشغل والطاقة وكمية الحرارة، ورمزه الحرف جي، وهي تساوي واحد نيوتن على واحد متر، ووحدة قوة تساوي فولت واحد وأمبير واحد، وخلال ثانية واحدة تساوي واط في الثانية. إذن كيف يتم حساب الجول؟ يتم حساب الجول عن طريق ضرب كتلة الجسم في درجة حرارته النوعية وكمية الحرارة المتغيرة. أنا تقبلوا تحياتي من قناة بروشن إيجل، تحياتي لكم جميعاً.